السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال إخواني في الله؟ أرجو أن تكونوا بخير. اليوم بإذن الله تعالى سأكلمكم عن موضوع في غاية الأهمية. هذا الموضوع هو كيف نفرق بين المعالج بالقرآن وبين النصاب أو الدجال. بداية لابد أن أقول شيئا في غاية الأهمية، ألا وهو أنه لا يوجد ما يسمى معالج بالقرآن. كل ما في الأمر أنه شخص نظن فيه الصلاح ونظن فيه أنه يقتضي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب منه أن يرقينا. بعض الناس صدروا لنا أن الرقية هذه تخصص، بمعنى أنه يعلم أشياء لا نعلمها، وبمعنى أنها قد تكون وظيفة. وفي حقيقة الأمر الرقية ليست تخصص، كل الناس تستطيع أن ترقي إن كان يعني له علاقة بالقرآن وله علاقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية ليست وظيفة. أنفي أن يأخذ الراقية أو بعض الرقاة قد يأخذون بعض الأموال أو بعض الأشياء، لا شك في ذلك ولا ريب في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن خير ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولكن أنا أنفي المسمى الوظيفي. معنى أن بعض الناس يصدرون أنفسهم ويسمي نفسه الراقي الشرعي. تعالوا الآن لموضوعنا الأساسي، ألا وهو كيف نفرق بين المعالج بالقرآن وبين النصاب والدجال. باختصار، المعالج بالقرآن إنما يقرأ عليك آيات من القرآن أو بعض الأذكار والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بما يفتح الله به عليه أو بها عليه. أما الدجال إنما يقرأ عليك طلاسم وأشياء غير مفهومة، وقد يقرأ بعض الآيات من القرآن وبعض الأذكار المفهومة ثم بعد ذلك يدندن بأشياء غير مفهومة. هي الأشياء العامة وهي بسيطة ومختصرة توضح لك ما الفارق بين المعالج بالقرآن وبين النصاب أو الدجال. خذ هذه الأشياء جيدا أخي في الله، وإياك ثم إياك تدع أحدا يستغلك أو يستغل مالك. ابتعد عن النصابين والدجالين وكن مع أهل الله وأهل القرآن. وفي النهاية لابد أن أخبرك بشيء في غاية الأهمية، أن رقية الشخص لنفسه أفضل من طلبه الرقية من غيره. ولذلك فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب هم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، وإنما يتوكلون على الله.